بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نستكمل الشرح عن الإكسري تيوب. راح نتناول المكون الرابع من مكوناته وهو الأنود، نتعرف على وظيفته. يعتبر الأنود الجزء الموجب لتيوب الأشعة. هناك نوعين من الأنود، إما استيشنري ثابت أو روتيتنج متحرك. يتم استخدام الاستيشنري أنود في أجهزة الدينتال وفي بعض أجهزة البورتابل وفي الأجهزة التي لا تتطلب تيوب كارنت أو باور عالي. معظم الأجهزة الحديثة تستخدم روتيتنج أنود، بحيث يجب أن تصمد أمام الهاي انتنسيتي إكس راي بيم في وقت قليل. للأنود ثلاثة وظائف، أولها الإلكتريكال كوندكتور، بحيث يستقبل الإلكترونات الخارجة من الكاثود وتدخلها عبر التيوب لتوصلها إلى الهاي فولتج جنريتر. بالإضافة إلى ذلك يزيد الأنود من الدعم الميكانيكي للتيوب. يعتبر الأنود أيضا قادر على المساعدة في فقدان درجة الحرارة المتولدة لإنتاج الأشعة أو ثيرمال ديسيبيتر، حيث أن 99% من طاقة البروجكتايل الإلكترون الخارج من الكاثود والتي تتفاعل مع الأنود تتحول إلى حرارة، وهذه الحرارة يجب أن تفقد بشكل سريع. تعتبر التارجت الجزء من الأنود الذي يستقبل الإلكترونات الخارجة من الكاثود. في ستيشنري أنود تيوب تكون عادة مصنوعة من التنجستون مغطى بالنحاس، بينما في روتيتنج أنود تيوب تكون مصنوعة بشكل قرص دائري من التنجستون المخلوط مع رهنيوم الذي يعطي الدعم الميكانيكي الإضافي للتنجستون خلال دورة القرص بشكل دائرة بسرعة كبيرة، وأيضا يعطي الدعم ضد درجة الحرارة العالية المتولدة في إنتاج الأشعة. في الهاي كابيسيتر إكس راي تيوبس يكون تحت القرص التنجستون مادة المولبدينيوم أو الجرافيت، ولذان لهما ماس دينسيتي أقل من التنجستون، مما يجعل الأنود أخف ويدور بسرعة أعلى. سبب اختيار التنجستون ليكون التارجت في الإكس راي تيوب لأن التنجستون لديه هاي أتوميك نمبر بحيث تقدر بحوالي 74، وبالتالي فإن فعالية إنتاج الأشعة تكون أعلى وبطاقات مرتفعة، بالإضافة إلى أن لديه ثيرمال كوندكتيفيتي مرتفعة، وبذلك يستطيع الصمود أمام درجة الحرارة المرتفعة المتولدة أثناء إنتاج الأشعة، وأيضا له درجة انصهار مرتفعة هاي ميلتينج بوينت، وبذلك يستطيع أيضا الصمود أمام التيوب كارنت المرتفع من دون حصول تطاير له. الإكس راي تيوب المصنوع في الماموغرافي يكون من المولبدينيوم أو من الروديوم لأنهما يحتويان على أتوميك نمبر قليل، وبذلك تكون الكي كاركترستيك إكس راي ذات طاقات قليلة. يسمح روتيتنج أنود بتفاعل الإلكترونات بمساحة أكبر من التارجت، وبذلك فإن درجة الحرارة لا تتمركز في نقطة صغيرة كما يحدث في الاستيشنري أنود تيوب. في الاستيشنري أنود تيوب تكون مساحة التارجت حوالي 4 مليمتر مربع، بينما في روتيتنج أنود تيوب تكون حوالي 1800 مليمتر مربع، وبالتالي فإن روتيتنج أنود يكون أكبر ب 500 مرة من حيث المساحة مقارنة مع الاستيشنري أنود. فقدان درجة الحرارة أو الهيت كابيسيتي أيضا تكون سريعة في الروتيتنج أنود، فمعظم الروتيتنج أنود تدور بحوالي 3400 دورة في الدقيقة، بينما في الهاي كابيسيتي إكس راي تيوب تدور حوالي 10000 دورة في الدقيقة. يصل جذع الأنود أو الستيم أوف ذا أنود بين الأنود نفسه والروتيتور، ويكون ضيقا لتقليل الثيرمال كوندكتيفيتي، وعادة يكون مصنوع من المولبدينيوم لأن المولبدينيوم يكون موصل ضعيف للحرارة. لو حدث وأن الروتر تعطل فإن درجة الحرارة ستتركز في منطقة صغيرة من الأنود، وبذلك قد ينكسر الأنود أو يحدث له كراك مما يؤدي إلى تدمير الإكس راي تيوب. يحدث الدوران في الروتيتنج أنود عن طريق الحث الكهرومغناطيسي أو الإلكتروماغنتيك إندكشن موتور، بحيث يعتمد مبدأ عمله على الستيتور الموجود في الجلاس أو ميتال إنكلوجر، بحيث يحتوي هذا الستيتور على مولدات حث كهرومغناطيسية محيطة في النيك أوف ذا تيوب. وأيضا في الجلاس أو ميتال إنكلوجر يوجد عمود مصنوع من النحاس والحديد الناعم، ويسمى هذا الجزء بالروتيتور، حيث أن التيار المتولد في الستيتور ويندينج يحث توليد مجال مغناطيسي حول الروتر، وبذلك يتفاعل المجال المغناطيسي مع الفيروماغنتيك روتر، والذي يعمل على تدوير الروتر بشكل متزامن مع الستيتور ويندينج. عند وضع قيم الكي في بي والماس على جهاز الأشعة يكون هناك وقت قليل جدا قبل إعطاء الإكسبوجر، بحيث يسمح للروتر في تسريح حركة الأنود ليتمكن من الدوران خلال عملية تسخين الفيلمنت. بعد ذلك يتم تطبيق الكي في بي على الجهاز. بعد الانتهاء من الإكسبوجر يمكن سماع صوت الروتر عندما تتباطأ حركته وتتوقف خلال دقيقة واحدة. في الأنابيب الأشعة الجديدة يكون وقت التوقف أو الكوست تايم حوالي 60 ثانية، ومع التقدم في عمر التيوب تقل هذه المدة بسبب التآكل الذي يحصل في الروتر. لأن الأنود ديسك جزء من الانكلوجر، فإن زيت
التبريد يكون متصل بالأنود، وهذا يسمح بعملية التبريد بشكل أفضل. تعتبر الفوكال سبوت الجزء الحقيقي الذي يخرج الأشعة، بحيث يكون هذا الجزء من الأنود، وكلما كانت الفوكال سبوت قليلة كلما زادت درجة الحرارة الخارجة. قبل التصوير في الروتيتنج أنود كان هناك تصميم يسمح للأنود بزيادة مساحته لتقليل الحرارة المنبعثة من السمول فوكال سبوت. يسمى هذا التصميم باللاين فوكس برينسيبل، بحيث أن التارجت يكون بزاوية، مما يجعل المساحة الفعلية التي تتفاعل مع الإلكترونات أقل. تعتبر الإفكتيف فوكال سبوت سايز المساحة من الأنود التي تخرج الأشعة المتجهة إلى المريض، وقيمتها تتحدد بقيمة الفوكال سبوت نفسه وبقيمة التارجت أنجل. فعندما تكون التارجت أنجل قليلة، فإن الإفكتيف فوكال سبوت سايز تكون قليلة أيضا، تكون التارجت أنجل من 5 إلى 20 درجة. عادة يتم تصميم التارجت أنجل لتنتج الأشعة بشكل مخروطي، بحيث تغطي مستقبل الأشعة ب 35.43 سنتي. عند استخدام مستقبل أشعة أو إيميج ريسبتور صغير الحجم، فإن التارجت أنجل تكون صغيرة. من فوائد اللاين فوكس برينسيبل أنها تزيد من السباشل ريزوليوشن ومن الهيت كاباسيتي. في الوقت الحالي أصبح الأنود يحتوي على زاويتين من التارجت أنجل أو باي أنجلر تارجت، وبذلك يتم إنتاج تو إفكتيف فوكال سبوت سايز. بسبب وجود اللاين فوكس برينسيبل، فإن الإنتنسيتي للأشعة في الكاثود سايد أكثر من الإنتنسيتي للأشعة في الجزء القريب من الأنود سايد، وذلك بسبب اختلاف الدبث التي تتفاعل بها الإلكترونات مع التارجت، وتسمى هذه الظاهرة بالهيل إفكت أو الأنود هيل إفكت. يمكن الاستفادة من الهيل إفكت بأن الجزء السميك في جسم الإنسان يجب وضعه عند الكاثود سايد، في حين أن الجزء الأقل سماكة من جسم الإنسان يكون في اتجاه الأنود سايد. يكون الاختلاف في الانتنسيتي للأشعة في ظاهرة الهيل إفكت حوالي 45%. مثلا إذا كانت الانتنسيتي للأشعة 100% في منتصف الهيل إفكت، تكون الانتنسيتي للأشعة في الكاثود سايد تقريبا 120%، بينما في الأنود سايد تكون حوالي 75%. مثلا عند تصوير منطقة الصدر أو تشيست إكس راي، فيجب وضع الكاثود سايد باتجاه الديافرام، لأنه سماكة هذه المنطقة تكون أكبر من الجزء العلوي من الصدر، في حين عند تصوير الأبدومين إكس راي إن الكاثود سايد يكون في المنطقة القريبة من الحوض. في جهاز الماموغرافي يكون الكاثود سايد في الجزء القريب من التشيست وول، تكون الفوكال سبوت سايز في اتجاه الكاثود سايد أكبر منها في اتجاه الأنود سايد. لذلك بعض أجهزة الماموغرافي تكون مصممة لعمل سمول فوكال سبوت سايز باتجاه التشيست وول. الإكس راي تيوب مصمم لتفاعل البروجكتايل الإلكترون في الفوكال سبوت، ولكن بعض الأحيان تتفاعل هذه الإلكترونات في منطقة غير الفوكال سبوت، وتسمى الأشعة الخارجة منها بالأوف فوكال راديشن. الأشعة الخارجة من الأوف فوكال راديشن تكون غير مرغوب فيها، لأنها تعطي جرعة زائدة للمريض ولا يستفاد منها في القيمة التشخيصية، وأيضا تقلل من الإيمج كونتراست. يمكن تقليل هذه الأشعة من خلال وضع ديفرام في داخل التيوب هاوسينج قريبا من الويندو. وهيك بنكون اليوم شرحنا عن الأنود، أنواعه، وظيفة كل جزء من أجزائه. بتمنى أنه الفيديو يكون مفيد لكم قدر الإمكان. بالتوفيق للجميع. سلام.